كله عم يحلق بلبنان، سعر الخبز طاير والرمضان على البواب، وبدنا نعطي الهم الفطور والسحور. الدولار عم ينط فرد نطة، ما في داعي نعد، والمواد الغذائية حاصلة، وفوق ما عم ندفع عم نشتري مواد خالصة مدتها. كلهم خالصة مدتهم ومغيرين لهم التواريخهم، لأنه في شيء مسويينه وفي شيء مش مسويينه. يعني ادفع بسم وكل سم. وسعر المحروقات طالع مثل الصاروخ، ما فينا نبرم برمي بالسيارة إلا منلاقي سعر جديد للمحروقات، وأكيد طالع طلعته. يا شعب لبنان العظيم والمقاوم، سعر المحروقات مش معروف إذا عم يتبع السعر العالمي أو سعر الصرف المحلي. تجي بتقلن الدولار نزل بيقولوا لك السعر العالمي يا أخي، وإذا قلنا لهم السعر العالمي انخفض بيقولوا لك شو وين عايش أنت والدولار وكلفة الاستيراد. ما توغزونا، بس احتار المواطن اللبناني واحتاروا الخبراء معنا أو حيرونا. إذا عضو نقابة أصحاب المحطات المحروقات بيقول لك السعر نازل نزول، بتلاقيه بعد ساعات طالع طلعة الله مولاها. وين بدنا نروح؟ نقسم بالله العظيم إنه لبنان مميز بكل شيء. شوفوا إنه حتى لما بدنا ننتخب رئيس للجمهورية ما منروح على المجلس النيابي ولا منختار الحوار، منختار الصلاة على نية الانتخاب. ليه؟ لأن الرئيس مسيحي وغير الله ما بيخلي السياسيين يتفقوا عليه. هاي الأسد راح على الإمارات والزيارة الإيرانية على السعودية على البواب، بس رئيس ينحط بقصر بعبدة مستحيل، والتسامح بهالموضوع مش مقبول. وفرضا خلينا نصلي على نية السلام، على نية الاستقرار الأمني والاقتصادي، وعلى نية لبنان. وإذا ما مش الحال، جاي رمضان والتراويح رح يقوموا بالليزم. فاللهم سخر لنا جنودك في الأرض والسماء لانتخاب الرئيس، والله يتقبل. وبآخر الزمان بيجي النائب غسان عطلة وبيقول الرئيس عون والنائب باسيل سبق أن حذرا من انهيار الليرة والارتطام المدوي للدولة. وهون ارتطم نيزك الذكاء والدهاء فجأة بكوكب العونيين. يا نائب الأمة، التاريخ سجل أنه الرئيس حذر من خطورة الشائعات على لبنان وقال لا الليرة في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس، والصعوبة التي نمر بها مرحلية ومحدودة، ونظامنا المالي متين، إمنا أكلنا تين وتمدد لرياض سلامي من مال، وعملنا سدود وشفطنا المليارات من مال تاني، فاكر ولا ناسي يا عوني يا قاسي. هذا الرجل اليوم ما أخذ حقه، ولكن سيكتب التاريخ بأنه هو كان أول واحد شاف مشهد الاقتصاد بلبنان، شاف المشهد المالي بلبنان كيف عم بينهار من قبل بفترة طويلة من الانهيار. أوف، تخيل وصلنا لهون بعد تحذير يا معلم. بعد ما شاف الرئيس كيف لو ما حذروا وكيف لو ما شاف، شو كان صار فينا؟ عن جد عشنا ويا ما شفنا.